السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بمادة الحريات العامة، وغادي نتعرفوا في هذه الحصة على حرية الانتماء السياسي. حرية الانتماء السياسي، إذا حرية الانتماء السياسي أهم الحريات وحقوق الإنسان ذات الطابع الجماعي. إذا حرية الانتماء السياسي أهم الحريات وحقوق الإنسان ذات الطابع الجماعي، وهي من الحريات اللازمة للمجتمع الديمقراطي، وتستلزم نظاما حزبيا تعدديا. التذكير بموقف الدستور الفصل 9 هو التنظيم القانوني لحرية الانتماء السياسي، ثم بمقتضى ظاهر 15 نوفمبر 1958 هذا الظاهر كان كينظم تأسيس الجمعيات بصفة عامة، وخصص الجزء الرابع منه للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصفة السياسية، وأشار في هذا الجزء فقط إلى الأحكام الخاصة التي تنفرد بها الأحزاب والجمعيات السياسية عن باقي الجمعيات، فيما عدا ذلك ينطبق على الأحزاب ما ينطبق على الجمعيات. والظروف والتطورات السياسية التي مر بها المغرب خلال الفترة التي عقبت الاستقلال وإلى اليوم تطلبت وضع قانون خاص بالأحزاب السياسية. وتؤكد ذلك الديباجة ديال قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 20 أكتوبر 2005، أن جاء في هذه الديباجة أن الهدف من هذا القانون هو توفير إطار تشريعي خاص بالأحزاب السياسية، والهدف منه هو العقلنة الديمقراطية وإضفاء الشفافية على تشكيلها وتسييرها وتمويلها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأشواط الكبيرة التي قطع الشأن الحزبي ببلادنا تقنينا وتنظيما وممارسة. كما تنص الديباجة على أن قانون الأحزاب السياسية يعد ثمرة تطوير وصيرورة تاريخية متجذرة يكمن عمقها وأساسها في الفترة السابقة للاستقلال، ثم تبلور تنظيمها بشكل ملموس غداة الاستقلال، ومن خلال ما ناد به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه في العهد الملكي، الذي أسس لوضع أول إطار قانوني يضمن حرية ممارسة العمل السياسي عن طريق إصدار الظهير الشريف المؤرخ 1958 بالضبط، والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهو التطور الذي ازدادت معالمه اتضاحا في ظل تراكم الممارسة الحزبية بشكل متصل طيلة العقود اللاحقة في عهد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ولا سيما حينما دعا في أكتوبر 1996 إلى تطوير الحقل السياسي الوطني عبر إقامة أقطاب قوية مؤهلة للتداول على تدبير الشأن العام. وحسب ما جاء به الباب التاسع من مادة 61، فإن هذا القانون ينسخ ويعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية، ولا سيما الفصول من 15 بطبيعة الحال إلى 20 من الظهير الشريف الصادر في 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تتميمه وتغييره. إذن إلى هذا الحد أو نضيف أن معالجة قانون الأحزاب السياسي وحرية الانتماء السياسي كان عنده واحد الوصل بشكل للقانون، كي يتكون من قانون الأحزاب من ديباجة و62 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، منها الباب الأول هو أحكام عامة، والباب الثاني كان كيتكلم على تأسيس الأحزاب السياسية من 7 حتى 19، وأيضا الباب الثالث الأنظمة الأساسية للحزب للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها،
وهناك باب رابع اللي تكلم على تمويل الأحزاب السياسية من 28 حتى 40، والباب الخامس من باب 41 حتى 49 كان كيدير الاتحاد ديال الأحزاب السياسية واندماجها. كما أن هناك الباب السادس من الباب 50 إلى 59 كيتكلم عن الجزاءات، بما في ذلك الباب السابع من باب 60 إلى 62 وهو أحكام انتقالية. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.